الزميل أدهم حبيب الله محرر الشؤون الرياضية في آي 24 نيوز، أهلا بك أدهم. الليلة في ضمن مباريات كوبا أمريكا منتخب البرازيل تأهل للربع النهائي. نعم، يعني هناك العديد من البطولات، كوبا أمريكا وأيضا كأس الأمم الإفريقية وأيضا كأس العالم للسيدات، العديد من البطولات المقامة حاليا في جميع القارات والدول. ولكن دعينا نبدأ مع منتخب البرازيل والذي تأهل رسميا ليلة أمس بعد فوزه بخماسية على منتخب البيرو. نشاهد هذا اللقاء طبعا، وهذا هو الهدف الأول في الدقيقة 12، الهدف الأول الذي سجله لاعب ريال مدريد كاسيميرو، يعني يعلن تفوق منتخب البرازيل. هنا خطأ طبعا لحارس المرمى بعد سيطرة الكرة من قبل من؟ هذا هو فيرمينيو لاعب ليفربول يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19. طبعا فيرمينو لاعب ممتاز، هذا هو لاعب إيفرتون يدعى ولاعب ممتاز يسجل الهدف الثالث، هو مطلوب اليوم لنادي إيسي ميلان. هذا هو الهدف الجميل والرائع لداني ألفيس، داني ألفيس يحرز الهدف الثالث. نشاهده أيضا في الإعادة، هنا هو أعلن اليوم لأن يستمر مع باريس سان جيرمان. ويليان طبعا يختتم أهداف اللقاء بالهدف الخامس. نتذكر أن هذا اللاعب ويليان طبعا هو البديل في منتخب البرازيل لنيمار، لم يتم استدعائه في البداية ولكن بعد إصابة نيمار تم استدعاء هذا اللاعب. ولكن بالجملة كانت نعم أهداف في بالجملة وتأهل واضح لهذا المنتخب طبعا عامل الأرض، وأيضا منتخب الأرجنتين عفوا منتخب البرازيل منتخب قوي جدا. ولكن الأرجنتين يواجه قطر هذه الليلة، وهذه القصة، الجميع ينتظر منتخب الأرجنتين علما أن ما زال هذا المنتخب يعاني دائما من منتخب يحقق الألقاب إلى منتخب يعاني من أجل الصعود في دور المجموعات. فلنشاهد شيرين طبعا هذا التقرير عن منتخب الأرجنتين. من منتخب مرشح للفوز بالألقاب إلى منتخب يعاني من أجل عبور دور المجموعات، هكذا بدا حال منتخب التانغو في البطولات الأخيرة. فسيناريو مونديال روسيا 2018 والصعود بشق الأنفس يرافق ميسي وزملائه في كوبا أمريكا. فبعد الخسارة لمنتخب كولومبيا في المباراة الأولى والتعادل أمام منتخب الباراغواي في المباراة الثانية، يلاقي منتخب الأرجنتين الضيف العربي القطري في ختام مباريات المجموعة. يخشى منتخب التانغو سيناريوهات الإقصاء والتي قد تزعزع أركان المنتخب بعد فشله في السنوات الأخيرة. ويقدم منتخب العناب طعما آخر للمسابقة، وقوفه ندا قويا في نفس المجموعة، فتعادله أمام الباراغواي بهدفين لكل منهما وخسارته أمام كولومبيا وقع إعجاب القارة اللاتينية. فوز هذه الليلة على الأرجنتين قد يمنحهم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. جميل سيناريوهات، السيناريوهات أيضا في هذا التقرير المتوقع لهذه الليلة. سنستمع أيضا ما هي السيناريوهات المتوقعة لصعود منتخب الأرجنتين أو إقصائه. التأهل المباشر، الفوز على قطر بأي نتيجة وتعثر منتخب باراغواي أمام كولومبيا. الفوز على قطر مع تعادل أو هزيمة باراغواي سيقفز بالأرجنتين للمركز الثاني بالمجموعة، حيث سيحصد التانغو 4 نقاط. التأهل كأفضل ثالث، في حالة فوز باراغواي على كولومبيا وفوز التانغو على قطر سيضمن لها الهروب من قاع المجموعة الثانية، حيث سيرفع التانغو رصيده ل4 نقاط. التعادل أيضا قد يؤهل الأرجنتين لربع النهائي، ولكن في حالة خسارة باراغواي أمام كولومبيا بفارق 3 أهداف ستتساوى جميع المنتخبات 3 في عدد النقاط، ويتم الاحتكام وقتها إلى فارق الأهداف. مكان آخر ومباريات كأس الأمم الإفريقية هذه الليلة. نعم، هذه الليلة طبعا هناك المباريات، ولكن لابد من الإشادة بتنظيم هذه البطولة والافتتاحية. الجميع شبه الافتتاحية التي كانت في القاهرة، استاد القاهرة يوم الجمعة، شبيهة بما كان في روسيا حتى وأجمل. عرضت جميع اللوحات الفنية لمصر وكما ذلك التاريخ لهذه الدولة العريقة، وأيضا الذي توج وأيضا افتتاحية فوز منتخب مصر بهدف مقابل شيء ضد منتخب زيمبابوي، كانت مباراة رائعة. وقبل قليل طبعا وصلني أن منتخب المغرب فاز، ولكن دعنا نشاهد حتى الآن طبعا ترتيب المجموعات طبعا بعد الجولة الأولى، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. نبدأ مع المجموعة الأولى والتي تضم منتخب أوغندا في المرتبة
المرتبة الأولى برصيد 3 نقاط، مصر في المرتبة الثانية، زيمبابوي في المرتبة الثالثة 0 نقاط، ومنتخب الكونغو الديمقراطية 0 نقاط. مباراة كانت مفاجئة. أما المجموعة الثانية والتي سيتم عرضها الآن والتي تضم كل من منتخب نيجيريا والذي فاز على منتخب بوروندي، في المرتبة الثانية منتخب غينيا مع نقطة واحدة بعد تعادله مع منتخب مدغشقر. أما المباريات لهذه الليلة فهي على النحو التالي: مباريات طبعا منتخب الجزائر، والآن سنقول منتخب السنغال سيلاقي في الساعة 7 بتوقيت القاهرة تنزانيا، الجزائر في الساعة 10 بتوقيت القاهرة منتخب كينيا، وهذا يأتي بعد تعادل منتخب المغرب في المجموعة، عفوا فوز المغرب اليوم في المجموعة الرابعة. أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك.